39% عطوكي الوسط الإعلامي. وصلنا للمرحلة النهائية اللي بخلالها بده يتقرر مين من حليم، جوزيف، ربيع، ألان وجوزيف ممكن يكون صاحب الحظ السعيد اللي رح يربح معنا ساعة بضيافتك. هيفا من أي برج؟ جوزيف حوت أكيد. الحوت هو من برج الحوت صح؟ كده على كل شيء ربحت، واهم شيء الساعة بضيافة هيفا بفريا. نقيت المكان او نقيت فريا؟ ازوقك؟ ما عطول بفريا انا بعمل